أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، افتتح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد المؤتمر البحريني الأول للتجارة الإلكترونية، الذي يناقش أبرز التطورات التقنية التي يشهدها العالم اليوم بهذا المجال، بحضور أكثر من 280 مؤسسة تجارية معنية بالتجارة الإلكترونية. وتأتي هذه الفعالية احتفاء بإنجازات مبادرة أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية، والتي هي نتاج تعاون مثمر مع معهد Think Smart للتطوير والتدريب، وبدعم من صندوق العمل تمكين. ومن جانبه أوضح السيد عبد العزيز الأشراف أنه من المتوقع أن تحقق التجارة الإلكترونية نموا ملحوظا بحلول عام 2022 بزيادة نسبتها 16.14%، أي ما يعادل 48 مليار دولار. بمشاركة أكثر من 280 مشارك يقام مع مؤتمر البحرين التجارة الإلكترونية. المؤتمر يقام على هامش احتفالية سنوية لأكاديمية البحرين التجارة الإلكترونية. اليوم المؤتمر يجمع جميع المهتمين بالتجارة الإلكترونية لمناقشة أهم الفرص في هذا المجال، وهو في الواقع مساهمة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنفيذ توجهات القيادة الرشيدة في الاستعداد التام للاقتصاد الرقمي. أعلن بنك البركة الإسلامي البحرين عن فوزه بجائزة مرموقة من ماستركارد، تقديرا لدوره في تحقيق أعلى معدلات الاستخدام الدولي لبطاقات ماستركارد الائتمانية في البحرين لعام 2019. وقد عمل بنك البركة الإسلامي بالتعاون مع ماستركارد على تعزيز تجربة الدفع لزبائن البنك، وذلك من خلال تطوير وتقديم تشكيلة من الحلول المبتكرة. وقال السيد حمد العقاب الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي إن تعاونهم الاستراتيجي مع ماستركارد أتاح لهم فرصة لمنح زبائنهم عددا من الخدمات المصرفية الفريدة والمبتكرة التي تواكب أحدث تطورات العصر التكنولوجية. أصدر مصرف البحرين المركزي مستندا يحتوي على مقارنتين بين المزايا التي تضمنها الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات التأمين الشامل والوثائق المعمول بها قبل إصدار الوثيقة الموحدة. التقرير التالي يستعرض بعض التفاصيل. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 15%، مغلقا التداولات عن مستوى 1663 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,555,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 610,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 68 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية.
أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 32%. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت فقد أغلقت على تراجع نسبته 20%. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية التي سجلت تقدما نسبته 37%. أما سوق دبي المالي فقد سجلت انخفاضا نسبته 14%. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط التي أغلقت على ارتفاع نسبته 72%. وقع صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة اتفاقية تهدف إلى الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا، وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الوزراء. وعقب توقيع الاتفاقية قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن الجهاز سيقوم بالاشتراك مع صندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والتي ستوضع في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار. قال محافظ البنك المركزي الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن الاحتياطات الأجنبية للجزائر انخفضت 10 مليارات و600 مليون دولار في الأشهر 9 الماضية، وهو ما يزيد من الضغوط المالية الناجمة عن هبوط في إيرادة الطاقة. وتعتبر الجزائر مصدر رئيسي للطاقة وتعتمد على مبيعات النفط والغاز في 60% من إيرادة الحكومة، لكن المبيعات هبطت منذ أن بدأت أسعار النفط بالهبوط في عام 2014، وتراجعت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من النصف منذ ذلك الحين. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. سهم تسلا يقفز إلى 20% عند ختام آخر التعاملات ليسجل أعلى مستوى له تاريخياً. قالت مدير صندوق النقد الدولي كريستي لينا جورجيفا إن الصندوق يراقب عن كثب أثار انتشار فيروس كورونا، خصوصا فيما يتعلق بالطلب المحلي في الصين والتصنيع وسلاسل التوريد وغيرها من المؤشرات التي تظهر مدى تغيير النشاط الاقتصادي في إحدى الدول. وأضافت أنه على المدى القصير سوف تكون هناك بالفعل توابع على الاقتصاد العالمي، ولكن غير واضحة الآن الأثار التي قد يسببها الفيروس على المدى الطويل. وبينت جورجيفا أن هناك اختلافا واضحا بين فترة انتشار فيروس سارس والفترة الحالية، حيث أن نسبة مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي كانت أقل بكثير مما هي عليه الآن، أي سيتبع ذلك تضاعف تأثير الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي في الأزمات. ونبقى في شأن الفيروس المستجد، حيث أعلنت شركة هايونداي موتور الكورية الجنوبية وشركة كيا موتورز عن تعليق بعض خطوط التجميع للشركتين داخل كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وقف الشركتين لبعض خطوط الإنتاج جاء بسبب نقص بعض الأجزاء التي يتم جلبها من الصين، وذلك نتيجة القيود التي فرضتها الحكومة الصينية على عمليات المصانع بسبب انتشار فيروس كورونا. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قفز سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 20% عند ختام آخر التعاملات ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، مواصلا في الطفرة التي يحققها مؤخرا على الرغم من تأخر الإنتاج ونقص الأجزاء وتجاوز تكاليف العمالة وغيرها من الصعوبات. فإن الشركة تتوقع أن تستفيد من موقعها المهيمن في صناعة السيارات الكهربائية وتحسين الأداء في عام 2020 وما بعده.